الحدث مع أحمد القماطي. ما تسعى إليه روما وتحاول جاهدة إخفاءه تحت برقع الدبلوماسية كشف عنه سفيرها مميطا للثامة عن صندوقها الأسود الذي ظهر جليا شديد السواد في فلتات لسانه. السفير الإيطالي في تصريحاته التلفزيونية بدأ متبجحا متجاوزا الأعراف الدبلوماسية ومتحديا الشعب الليبي بصيغة المستعمر عالية النرجسية، ربما لأن جوزيبي بيروني ينطق بلسان جوزيبي آخر هو جوزيبي كونتي السياسي الإيطالي اليميني المتطرف الذي وصل إلى رئاسة الحكومة الإيطالية بأصوات الأحزاب المتشددة اليمينية من ضمنها أصوات حزب الفاشية. الحدث، أهلا بكم مشاهدين. روما تنضم إلى طابور المعارضين الطويل الذي يضم المتشددين الليبيين، المقاتلة، الوطن، الجبهة والإخوان المسلمين. تحالف المستعمر القديم مع تيارات الإسلام السياسي على قاعدة معارضة الاستحقاق الانتخابي لم يعد خافيا، والتحدث به بات أكثر صراحة ويشار في وصفه بتيار المعارضين. كيف تنظر أو تتابع الحكومة الإيطالية هذه الاحتجاجات الشعبية الليبية، وهل يمكن أن تغير الاحتجاجات الشعبية في ليبيا من موقف أو من قرار الحكومة الإيطالية بإرسال هذه القوات؟ شوف أحمد، ليس هناك أي دخول عسكري هنا، هناك عملية دعم إيطاليا إلى حارس السواحل الليبي لتمكينها من العمل حول من العمل لمكافحة الظاهرات الإجرامية. هذا الحقيقة. تغريدة أثارت سخطا واستهجانا وامتعاضا شعبيا ورسميا ليبيا كبيرين، فما بالك سيد بيروني بدخول بوارج إلى الشواطئ الليبية؟ شوف، أنا على علم بما حدث، فمكتب إعلام السفارة أبلغني بذلك التغريدة. لم يكن هناك أي سخرية أولا وأي إشارة لأي قائمة معينة. طيب، بالعودة إلى التعاون بينكم وبين الرئاسي فيما يتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين، هناك من يتهم روما بأنها تحاول توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، وأن الأمر قد يكون له تأثيرات كارثية على التغير الديموغرافي في ليبيا، وأن هناك اتفاقية سرية بينكم وبين السيد السراج والسيد معيتيق، السيد معيتيق تحديدا، يعني هذا الرجل الذي يوصف بأنه صاحب علاقات واسعة مع إيطاليا لدرجة أنه في وسائل الإعلام تعتبره رجل إيطاليا في ليبيا. لا لا لا، ليس هناك أي اتفاق سري بيننا وبين مجلس الرئاسي، وليس هناك أي مشروع لتوطين المهاجرين في ليبيا. هل ستحترمون سيد بيروني أحكام القضاء التي صدرت أو ستصدر مستقبلا في ليبيا، والتي أبطلت في السابق اتفاقية تتعلق بالمهاجرين غير الشرعيين والتعاون في هذا المجال؟ لا لا، ممكن تكرارها؟ نعم، استمعت لسؤالي السيد بيروني؟ يا سؤال، نعم، ممكن تكرار السؤال؟ طيب، سألتك عن أحكام القضاء التي صدرت في ليبيا وأبطلت الاتفاقية، اتفاقية الرئاسي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، هل تحترمون أحكام القضاء في ليبيا، خاصة أنه في من يريد أيضا أن يتجه للقضاء لإبطال مذكرة التفاهم أو اتفاق التفاهم الأخير بينكم وبين السراج؟ المذكرة التفاهم الليبي
المذكرة التفاهم بين إيطاليا وبين ليبيا تم توقيع في فبراير الماضي بين سيد السراج وسيد جنتيلوني. هناك المسار الكدائي ليس لم ينتهي بعد، وبالتالي نحن نستمر في تنفيذ هذا الاتفاق. بالتأكيد نحن نحترم العدالة الليبية، ولكن لم تنتهي القضية حول الموضوع. تؤكد لي سيد بيروني أكثر من مرة أن هذه الاتفاقية تأتي بناء على طلب رسمي مقدم من السيد فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي، أليس كذلك؟ عفوا، هل تتكلم عن الاتفاقية تم توقيعها في فبراير؟ أتحدث أتحدث عن الاتفاق حاليا، أتحدث الآن عن الطلب الأخير الذي بموجبه دخلت اليوم كذلك هذه السفن الإيطالية. هل جاءت بناء على طلب رسميا من السيد فايز سراج؟ تؤكد لي هذه الجزئية. ممكن تكرار؟ لأن نعم، سوف أحاول استخدام مصطلحات أخرى أو كلمات أخرى. سيد بيروني، موضوع دخول السفن الإيطالية لدعم كما قلت الخفر السواحل الليبي في محاربة الهجرة غير الشرعية، هذا الطلب الأخير الذي جاء بعد زيارة السراج إلى روما قبل أيام، تؤكد لي أن الطلب لم يكن طلب إيطاليا من ليبيا، هو كان طلب محدد من السيد السراج، هو الذي طلب هذا الأمر وتوجه بهذه الدعوة للحكومة الإيطالية. نعم، بالتأكيد طلب هذا هو قبل زيارة روما. نعم. لم يتم تقديمها في زيارة روما وقبل ذلك. لأنه في نفي لا أعرف أسبابه، هل اطلعت عليه؟ نفى أيضا السيد السراج أن يكون طلب من إيطاليا هذا الأمر. كما قلت هذا هو طلب مجلس الرئاسي ورئيس مجلس الرئاسي. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. ينضم إلي لحديث حول هذا الموضوع المحلل السياسي دكتور العربي الورفلي عبر الأقمار الصناعية من تونس العاصمة، كما ينضم إلي هنا في الاستوديو دكتور عاطف الحسية الأكاديمي والمهتم بالشأن العام. أرحب بضيفي عبر الهاتف عضو المؤتمر الوطني العام السابق دكتور عبد المنعم اليسير، كما أرحب بالإعلامي فرج أحميد، من المحتمل كذلك أن ينضم إلي الناشط الأستاذ عبد الحميد عيسى. أبدأ بداية معك دكتور العربي، أهلا بك. مساء الخير دكتور أحمد، وأهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين الكرام. دكتور، دعوات متصاعدة لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم وفق ما ينص عليه اتفاق أو إعلان باريس، لكن طرفا آخرا يعارض هذا الأمر بشدة. هل لك أن تسمي لي الأطراف الليبية المحلية التي تسعى إلى عرقلة الاستحقاق الانتخابي، ولماذا؟ نعم دكتور أحمد، من خلال يعني مراقبة المشهد الليبي وتحليل المشهد الليبي الآن يتضح جليا بأن هناك أطراف معينة لا تريد الانتخابات، لأنها تعلم جيدا بأن الانتخابات قد لا تتحصل على أصوات، وقد تجد نفسها مقصية عن هذا الانتخابات، وبالتالي هذه الأطراف واضحة للشعب الليبي. يعني هناك عدد من ميليشيات لا يريدون هذه الانتخابات، هناك أيضا تجمعات وما يسمى بالإخوان المسلمون ومن يدور في فلكهم، هؤلاء لا يريدون انتخابات، وإنما هم يصرون على ضرورة إصدار
قانون الاستفتاء، ونحن نعرف بأن قانون الاستفتاء هذا بحاجة إلى وقت طويل حتى ربما نذهب إلى انتخابات قادمة. الشعب الليبي له رسالة واضحة هنا بأنه يجب أن يكون هناك انتخابات على الأقل للخروج من هذه الأزمة، انتخابات رئاسية. يا سيدي نحن 7 سنوات أو 7 سنين لا يوجد رئيس للدولة، ولا يوجد سلطة تنفيذية متكاملة أيضا، ولا توجد أيضا حتى سلطة تشريعية فاعلة. إذن الشعب الليبي يريد انتخابات حرة ونزيهة رئاسية، ويريد أيضا انتخابات تشريعية يتم الاتفاق عليها من خلال القواعد الدستورية الموجودة حاليا وهي الإعلان الدستوري. أيضا هناك أطراف دولية الآن واضحة لا تريد انتخابات، وقد أعلنت دولة مثل إيطاليا بأن الانتخابات ليست فكرة مطروحة في الوقت الراهن، ويقولون بأننا سوف ندعم الاستقرار في ليبيا ومن بعد سوف نذهب إلى انتخابات كما هي مقررة. إذن إيطاليا لديها مصالح في وجود بعض الشخصيات على المشهد السياسي، لأن هي تعلم جيدا، وحتى السفير الإيطالي من خلال المقابلات التي أجراها التلفزيونية وقد تابعناها قد أكد بأنه لا انتخابات، وكأن هذه الدولة تمارس الانتداب أو تمارس الوصاية على ليبيا. يعني ليبيا أصبحت بلد تمارس عليه إيطاليا سلطات التدخل السافر. أنا أحيي من هنا على ذكر التدخل الإيطالي، أحيي من هنا شباب منطقة طرابلس وشباب منطقة صبراتة وشباب آخرين خرجوا في مظاهرات ليقولوا لهذا السفير الإيطالي كفى تدخل. إذن نحن هنا أمام حراك شعبي، عندما عجزت الدولة الليبية بأجهزتها الرسمية عن على الأقل حتى لفت نظر لهذا الوزير أو على هذا السفير، أو على الأقل أن يتم استدعاؤه لوزارة الخارجية وتقديم إليه مذكرة احتجاج، إذن نحن نلجأ إلى الشارع الليبي. الشارع الليبي عليه أن يقف في مواجهة هذا السفير الذي أصبح بالفعل يمارس التدخلات السافرة وينتقل من مدينة إلى أخرى بدون علم حتى وزارة الخارجية. تو هذا السفير شنو بالله يمشاه للزنتان؟ قال أنا داير يعني عمليات مساعدة إنسانية. خرجوا علينا أهل الزنتان وبارك الله فيهم في بيان واضح، وقالوا بأن هذه الزيارة تمت في الخفاء. إذن هناك معارضة شعبية في الشارع الليبي لهذه التدخلات. كرامتنا الليبيين لا تسمح ولن نسمح بهذا السفير وهو يتجول داخل المدن الليبية وكأنها جمهوريات مستقلة. أيضا التدخل السافر أيضا في وجود قوات عسكرية إيطالية موجودة في مصراتة وموجودة قاعدة عسكرية. طبعا سوف يخرج إلينا بعض الناس وبعض هؤلاء المتشدقين الذين يفاضلون في التدخلات هذه، يقولون أنت تقول تدخل إيطالي، إذن هناك تدخل إماراتي وهناك تدخل فرنسي. نحن يا سادة لم نرى بوارج إماراتية تجوب البحار وتأتي إلى البحر أو المياه الإقليمية الليبية، لم نشاهد قوات إماراتية تنزل أو قواعد إماراتية، لم نشاهد أي من الجنود الإماراتيين يتجولون في داخل المدن الليبية وبعض المدن الليبية، لم نرى أبدا سفير إماراتي يتجول داخل المدن الليبية. رأينا سفراء ومنهم هذا السفير الإيطالي، ورأينا سفراء غيره يتجولون داخل المدن، ويا سيدي للأسف الشديد يلاقون كل الترحاب من أهالي هذه المدن وهم لا يعلمون أبدا، لا يعلمون ولا يعرفون دقة العمل الدبلوماسي الذي يخضع لقواعد دبلوماسية واتفاقات دولية بين الدول. هذا السفير هو محدد له العمل داخل السفارة الإيطالية في طرابلس، فكيف بالله يتجول في المدن الليبية مدينة بدون بدون أحد يردعه وبدون أي شخص يقول له أين ذهب؟ إذن نحن نشهد بالفعل تدخل سافر، وأيضا بالله عليك هذا التدخل المشين، الإهانة التي قدمت للشعب الليبي عندما يخرج هذا الوزير هذا السفير ويقول لا انتخابات، وكأنه فيتو إيطالي على الانتخابات الليبية. الشعب الليبي هو الذي سوف يقرر الانتخابات، والشعب الليبي الآن معارض لهذه التدخلات. عندما تعجز الدولة الليبية، وبالفعل هي عاجزة على مستوى الأجهزة التنفيذية ووزارة الخارجية وكل أجهزة الأخرى، عاجزة أبدا عن أن تصد هذا مثل هذه التدخلات، بل من مصلحتهم، هناك أشخاص من مصلحتهم وجود هذا التدخل. يا سيدي هناك بعض الأشخاص رقصوا مع هذا السفير داخل السفارة من أجل أن يمن عليهم بتشيرة شنغن. التشيرة الشنغن هذه كان يأخذ فيها الليبي وهو معزز المكرم، ويجب أن تكون معاملة بالمثل. يجب منع أيضا دخول رعاية كل دولة لا تمنح
التأشيرة للليبيين المساكين المحاصرين. هذا السفير يريد الاستقرار لليبيا. بالله أين هو الاستقرار؟ ونحن رأينا قوات إيطالية تدخل إلى مصراتة وقوات موجودة في طرابلس للعلم. هذا السفير يمارس التدخل. إذن لدينا نحن نوعين من التدخل. التدخل المباشر هذا الذي يمارسه السفير في أقواله وأفعاله. وأيضا هناك التدخل الخفي الذي لا يعلمه الشعب الليبي بوجود أجهزة مخابرات إيطالية موجودة تحرس بعض هذه الشخصيات وتحرس بعض هذه الأجهزة، لأن إيطاليا لديها مصلحة. يا سيدي نحن مرحبتين. طيب ما مصلحة إيطاليا؟ ما مصلحة إيطاليا بهذه التحركات التي تقول أن هناك تحركات مشبوهة تعمل على الأرض، وأيضا تصريحات السفير الإيطالي الأخيرة الرافضة للانتخابات؟ ما مصلحة روما من هذا التوجه؟ طبعا يا سيدي إيطاليا لديها شركات كبرى، يعني لنذكر الليبيين يعرفونها، شركة أجب إيني، يعني لديها مصالح اقتصادية قوية. نحن رضينا بأن تكون هناك معاملة اقتصادية وعلاقات اقتصادية من أجل تطوير العلاقات بين ليبيا وبين إيطاليا، وأن تكون هناك نوع من الود والاحترام باعتبار أن إيطاليا جارة لنا ومطلة على البحر المتوسط، ونحن أيضا لدينا مصالح مع إيطاليا. ولكن بهذا الشكل وبهذا التدخل الفظ، عندما يخرج السفير الإيطالي وهو هنا ممثل للحكومة الإيطالية ويضع فيتو ويقول لا انتخابات، يا سلام والله، كيف لا انتخابات؟ يعني هل أنت أصبحت وصيعة للشعب الليبي؟ وبالفعل الشباب، أنا أدعو الشباب إلى التحرك، لأن رأي حكوماتكم عاجزة، ومجلس النواب ميت، وكل الأجهزة الأخرى ميتة، وما فيش والله واحد ينفخ نار. المهم الحقيقة التي يجب أن يعلمها الشعب الليبي أن هناك تدخل سافر في الشؤون الليبية، وهناك فيتو لا يريدون لهذه للشعب الليبي ممارسة حقه المشروع في اختيار من يحكمه وفي اختيار أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لأن إيطاليا حريصة كل الحرص على وجود هؤلاء هذه الشخصيات في المشهد السياسي، لأنها تحقق من خلالها مصالحهم. إيطاليا في النهاية أنا أقولها بصراحة تبحث عن عملاء، لا تبحث عن وطنيين أبدا. فليتحرك الشارع الليبي وليحرق العلم الإيطالي، وسوف ترى الإعلام الإيطالي كيف يتحدث عن الليبيين يوم الغد. فليذهب الليبيون إلى مقابر الشهداء، مقابر الشهداء الذين قتلتهم إيطاليا بدم بارد. فليذهبوا إلى القرضابية، وليذهبوا إلى الهاني، وليذهبوا إلى الخمس المرقب، وليذهبوا إلى كل المعارك في بنغازي جوليانا، ولنتذكر هؤلاء الشهداء، ولنقيم أيضا المظاهرات ليل نهار ضد هذا السفير. إذن هناك معارضة شعبية. أدعو هؤلاء الشباب إلى منع السفير من دخول مدنهم، لأن هذا السفير بالفعل أصبح أسلوبه فظ، ولا يعني لا يحترم إرادة الشعب الليبي. هذا السفير الذي وصفته بأن أسلوبه فظ، دكتور دعني أتخيل معك هذا المشهد. لو كان جوزيب بيبيروني سفير روما في دولة عربية أخرى ذات سيادة كاملة، فيها حكومة تحترم شعبها وتحترم نفسها، وأدلى السفير جوزيب بهذه التصريحات، كيف كانت تتصرف هذه الحكومة معه؟ سوف يكون هناك ردة فعل قوية. دولة مثل مصر هناك تدخلات، ورأينا كيف مصر تصرفت بكل حنكة وبكل قوة. الدول يا أخي، الشعوب لديها كرامة. نحن كرامتنا الآن يعني في الحضيض، علينا أن ننهض، علينا أن نستنهض الهمم. يا أخي السفير إيطالي يتجول في كل المدن، أنا أيضا يعني السفراء الآخرين، عندما تجد سفير فرنسي وعندما تجد سفير أمريكي وعندما تجد هؤلاء يتجولون داخل المدن، أين هي الأعراف الدولية والأعراف الدبلوماسية والاتفاقات الدولية؟ هذا السفير لا يستطيع، السفراء لا يستطيعوا ممارسة مهامهم من مدن أخرى، محدد له وفقا للأعراف الموجودة، محدد له سفارة ليمثل ويرعى مصالح بلده، وأيضا هناك أسس للاحترام المتبادل والعلاقات المشتركة. ولكن هذا السفير ضرب بكل هذا عرض الحائط ووضع فيتو وقال لا انتخابات أبدا. الشعب الليبي يريد الآن انتخابات وبكل قوة، الآن الشارع ينادي بذلك. يعني يا سبحان الله، نزيد من مأساة الشعب الليبي، يعني من مأساة اقتصادية ومأساة مالية وظروف معيشية خانقة، نجيب له بالله قوات. طبعا على فكرة القوات الإيطالية جاءت وفق استدعاء من حكومة المجلس هذا المجلس الرئاسي. طبعا هناك
طلب رسمي، ورئيس الحكومة الإيطالية قد أخرج ذلك وقال وصلتني رسالة عبر الإيميل أعتقد من مدة سنة مضت، وقال بأن بالفعل الليبيون يطلبون التدخل تحت حجة، وهذه هي الطامة الكبرى، تحت حجة الهجرة، مكافحة الهجرة. طبعا الاستعمار لدي له صور الآن، الاستعمار التقليدي السابق لم يعد موجود، يعني دولة تحتل دولة بقوات عسكرية ودولة تجتاح دولة، هذا أصبح غير موجود، ولكن الذي موجود يدخلون تحت مظلات أخرى، مساعدات إنسانية، هجرة، مكافحة الجريمة. يعني إذا دخلوا الإيطاليين وحتى الدول الأخرى، يعني إذا دخلوا إلى ليبيا من الذي يستطيع إخراجهم بعد ذلك؟ بالله عليك، شاهدنا أيضا التدخل الأمريكي في سرت، وشاهدنا الطائران، يعني هذا السفير الإيطالي ينكر ويقول ليس هناك طائران إيطالي يجوب الأجواء الليبية، هذا موثق وموجود الآن، التقنية موجودة، يا سبحان الله. للأسف الشديد رسالتي الأخرى، أنا رأيت ليبيون، يا أخي هؤلاء يبوا تحليل الجينات، الليبيون بعضهم يقول مرحبا بإيطاليا، الآخر يقول مرحبا بهذا، يعني وكأنهم يبررون لهذا التدخل. لماذا لا نقول دولة ذات كرامة وذات سيادة؟ أنا أوجه هنا سؤالي، من أنتم؟ يعني جينات مختلفة عني يا سبحان الله، عندما تستقبل جنود إيطاليين بالفرش العسكريين، يعني عسكريين بالفرش الأحمر في مدينة ليبية، وتقيم لهم الاحتفالات. نعم. وهذا السويحلي طالع في صورة دكتور مع الطلياني يقص في كيكة. هل تعتقد أن الحكومة الإيطالية تتصرف مع ليبيا الآن بعقلية المستعمر القديم؟ نعم، إنها تعتبر في ليبيا، لا زالت هذه العقيدة موجودة، تعتبر في ليبيا الشط الرابع لروما، وبالتالي هذه الدولة سوف تعمل المستحيل تحت مظل، يعني تحت مسميات أخرى للتدخل، مساعدات إنسانية ومساعدات اقتصادية. هي طبعا إيطاليا لديها، لا ننكر هذا، لديها مصالح كبرى في ليبيا، حقول الغاز والنفط وشركات كبرى مستفيدة من الاقتصاد الليبي والنفط الليبي والغاز الليبي، نحن نرحب بذلك، ولكن على سبيل العلاقات المشتركة التي تقوم على الود والاحترام، نحن أيضا بحاجة إلى تطوير حقولنا وتطوير الغاز، ولكن هذا السفير عندما يتجول ويضع فيتو على الشعب الليبي ويقدم الإهانة للشعب الليبي ويقول ليس هناك عدد من المتظاهرين، أنا أذكره هنا عندما تم طرده من مدينة صبراتا في شهر 1 أعتقد الماضي، عندما كانت هناك مظاهرات تم طرد هذا السفير، هل يتذكر ذلك؟ أنا أقول له بأن هناك متظاهرين، ولن تستطيع التجول في طرابلس، ولن تستطيع التجول في الزنتان، أيضا المناطق الأخرى سوف يكون مطرودا منها، ولن يستطيع الذهاب لبنغازي، وكل المدن الآن توجد معارضة شعبية لهذا التدخل بعد أن عجزت حكومتنا وأجهزتنا التنفيذية. أين وزارة الخارجية من هذا؟ لماذا لا تلجم هذا السفير؟ لماذا لا تقول له أين أنت ذاهب؟ لماذا لا تقدم له مذكرة احتجاج عندما قال بأنه لا انتخابات؟ لا يا سيدي، المواطنين الليبيين الآن شعب واعي وشعب بالفعل يريد الحفاظ على دولته وعلى كرامته وعلى سيادته، وبالتالي نحن نقف بالمرصاد لمثل هكذا تصريحات. أنتقل الآن لأرحب برسالة فرج حميد الإعلامي ضيفي عبر الهاتف من مدينة طرابلس. رسالة فرج، أهلا بك. أهلا بك سيد أحمد وبضيوفك الكرام. أستاذ فرج، ضيفي دكتور العربي الورفلي وصف تصريحات السفير الإيطالي بالمستفزة، وصف كذلك دور الحكومة الإيطالية في البلاد بأنه دور مشبوه وتدخلها بالسافر. أنت كيف تصف تصريحات بيروني؟ أنا لا أعتقد ذلك، بالعكس أعتقد أن السفير الإيطالي كانت تصريحاته في المستوى الدبلوماسي، أعتقد أن تصريحاته إن دلت على أن هناك علاقة وطيدة بين الشعبين وبين الحكومتين، بين ليبيا وبين إيطاليا، ويجب تكريس وتعزيز هذه العلاقة. لا أعتقد أن هناك العقلية الاستعمارية التي تحدث فيها وأكد عليها الأستاذ عربي الفلي، أن هناك العقلية الفاشستية وعودة الطليان والاستعمار، هذه اللغة الخشبية واللغة العاطفية التي تحدث فيها السيد العربي الفلي لا وجود لها في هذا العالم الآن.
الآن عصر المشاركة، عصر الشراكة، عصر العلاقات الوطيدة، عصر العلاقات الندية. ولن تكون هناك علاقات ندية بين أي دولة وبين ليبيا إلا عندما يتم ترتيب البيت الليبي بشكل جيد. عند السيد عارف المرفلي يناشد وزير الخارجية، أي وزير خارجية تناشد السيد عارف المرفلي، هل تناشد حكومة المؤقتة أم السيد محمد سيالة في حكومة الوفاق؟ نحن الآن في حالة انقسام، انقسام سياسي واضح للعيال. يجب أن يتحد البيت الليبي لكي تكون هناك علاقات ندية مع كل الدول وليس مع إيطاليا فقط. وأنا أقولها وأؤكد أن ليبيا تعتبر البوابة الرسمية لأفريقيا والمدخل الرئيسي لأوروبا ولإيطاليا، هي أن تكون هناك علاقات جيدة بين إيطاليا وليبيا. إذن أنت لا تعتبر تصريحات السفير الإيطالي بأنها تصريحات مستفزة، بل تدلل على عمق العلاقة بين البلدين. لكن يبدو أن المحتجين اليوم في طرابلس لا يشاطرون الرأي، هؤلاء خرجوا احتجاجا على ما وصفوه بتصريحات بيروني المستفزة. وهذا لا يمانع، هذه حرية الرأي والرأي الآخر، من حقهم أن يخرجوا، من حقهم أن يرفضوا، ومن حقهم أن ينددوا بأبي تصريح السفير. ولكن أرى أن العلاقات الليبية الإيطالية يجب تعزيزها وتكريسها، لأن إيطاليا ربما الدولة الوحيدة الآن في المشهد العربي والمشهد الإقليمي والمشهد الدولي ليست لديها مصالح لجماعة معينة أو لطرف معين. طيب، بالعكس عندما يصرح السفير الإيطالي جوزيبي بيروني على سبيل المثال بمعارضته لإجراء انتخابات في ليبيا، هذا أليس شأنا محليا لا يمكن لروما أن تعلن موقفها بهذه الحدية من؟ أعتقد أن ليبيا الآن تحت البند السابع سيد أحمد، وكل الدول الآن نحن دولة في 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 عضو في الأمم المتحدة، ونحن تحت البند السابع، والتجأنا للأمم المتحدة وتجد بعثة للأمم المتحدة، وإيطاليا من ضمن هذا المجتمع الدولي، وهي تريد إيجاد حل بحكم أنه قرب المسافة بين إيطاليا وليبيا، العلاقات الوطيدة بين الشعبين وبين الدولتين في زمن معمر القذافي، والآن وتريد أن السلام لليبيا. فمن حق السفير الإيطالي أن يقول رأيه، ورأيه غير مجبر على الليبيين، على الحكومة الليبية، على المجتمع الليبي. هو يرى أن الآن ليست الظروف تسمح بإجراء انتخابات، وربما قال أكثر من سفير، وقال أكثر من شخصية، وقال ربما السيد غسان سلامة في أكثر من مناسبة أن هناك أطراف تبحث عن مصالحها الشخصية، هناك كثير من أطراف دولية ومحلية. لكن ألا يستفزك هذا الأمر أستاذ فرج حميد، أنه يتدخل مسؤول أو ممثل لإيطاليا بهذا الأمر، أن يتدخل في شأن ليبي؟ يعني هل يحق لمواطن ومسؤول ليبي أن يقول أنا أعارض إجراء انتخابات في إيطاليا؟ دعني أقول لك أستاذ أحمد، وأنت قلت في بداية هذا اللقاء لو دولة ذات سيادة، ليبيا الآن ليست ذات سيادة. نحن الآن نتحرج أستاذ أحمد، نحن في حالة انقسام، ونحن تحت البند السابع. السفير الإيطالي يحق له أن يقول مثل ما يحق للقوات السودانية أن تتدخل في الأراضي الليبية وتحرر جنود مصريين دون أن نسمع ردة فعل لا من مجلس النواب ولا من قوات الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر ولا في المجلس الرئاسي. طيب، قبل أن أنتقل إلى دكتور عاطف الحسية، دكتور العربي الورفلي يطلب التعليق. دكتور تفضل. دكتور، هل أنت في الاستماع؟ طيب، سوف نعمل على إصلاح هذا الأمر، يبدو أن الدكتور العربي لا يستمع إلي. أعود لأرحب بالدكتور عاطف الحسية الأكاديمي والمهتم بالشأن العام. الدكتور، كيف رأيت موقف بيروني؟
في البداية مساء الخير ومساء الخير للسادة المشاهدين وضيوفك الكرام. أنا أتفق تماما مع كل ما طرحه سيد الدكتور العربي الورفلي في كل التفاصيل التي تتعلق بالسيادة الوطنية ورفض كل هذه التدخلات السافرة من السفير الإيطالي بكل تأكيد. ولكن يجب التنبيه هنا بأن السفراء عادة الحروب الناعمة ما يسمى بالحروب الناعمة تخاض عبر سفاراتهم في هذه المناطق التي وصفها السيد فرج بأنها منطقة منقسمة وغيرها. ربما منقسمة لديك سيد فرج ولكن هي في توحيد حقيقي وهناك جهود حقيقية ومصالحة حقيقية بين الليبيين تذهب رغبا عن أنف الإيطاليين وغيرهم من الدول التي تتداخل في الشأن الليبي. والسبب الرئيسي في استمرار إيطاليا عبر سفرائها في التدخل في الشأن الليبي هو أولا استمرار هذه الحالة من النفوذ في الحكومة الإيطالية على حكومة الوفاق في طرابلس، وبالتالي يجب أن تستمر هذه الحالة من النفوذ لتمرير بعض مصالحها سواء مصالحها الشخصية عبر الشركات إني وغيرها من الشركات الإيطالية التي لها تعاقدات كبيرة. والظرف الآخر الذي يحتم على هذا السفير الدخول وعمدا خلق حالة من الاضطراب في المشهد الليبي هو استمرار عدم وجود الليبيين كطرف وشريك قوي في التفاوض على هذه الشركات التي تفضل بها العرب الفلي بأنها شركات تجارية، فنحن في حالة ضعف فيجب أن نكون ضعفاء أمام هؤلاء الإيطاليين في كل المفاوضات على مصالحنا المشتركة. أما الاستمرار الآخر وهو استمرار مهم جدا، فلو رأينا بالأرقام السيد فرج مش عرفنا الأرقام بأن هناك عجز تجاري ما بيننا وبين إيطاليا، وهو العجز التجاري الأكبر ما بين التبادل التجاري ما بين ليبيا، وأكبر عجز تبادل تجاري بيننا وبين إيطاليا ويبلغ حوالي 300 مليار دينار. وهنا إيطاليا ستحافظ دائما على هذا العجز، يعني إيطاليا بالعربي تستورد منا أكثر من تصدر إيطاليا لهذه السلع غير الدول الأوروبية الأخرى، وهي بالتالي حريصة على أن تكون في حالة هادئة من هذا العجز، ويجب على الأقل إنقاص قدر هذا العجز الذي يبلغ 300 مليار، ويجب أن يكون الليبيين دائما في حالة من الضعف في الوصول إلى توازن تجاري ما بين هذه الدولتين. ولكن الغريب هنا من السيد فرج بأن أولا السيد فرج أعتقد بأن قدمت سيرة ذاتية ممتازة جدا للعمل في السفارة الإيطالية في ليبيا، وهذا وهنئك عليه. يعني لما توصف بأن الليبيين والإيطاليين على وفاق، يعني شنو التأثير الإيطالي شنو التأثير الليبي مع المجتمع الليبي، وما هو التأثير السياسة الإيطالية مع التأثير السياسة الليبية حتى في أيام وجود الدولة في أيام القذافي وغيرها، لم يكن هناك تبادل تجاري ولا ثقافي مع الإيطاليين بالأسلوب الذي وصفته أنت، بل على العكس تماما. نحن هناك ماضي قريب وماضي بعيد يجب العمل عليه، ويعني استدراك الماضي البعيد في أن إيطاليا ارتكبت جرائم حرب ضد الليبيين من عام 1911 وبعدها حتى استقلال ليبيا في 1951، فيجب استرجاع هذه الذاكرة للليبيين، لأن على كل ليبي يعلم تماما بأن إن لم تحترم أي دولة عبر سفارتها أو سفيرها في ليبيا، مزاج الليبيين يجب أن يكون الرد أولا من الحكومات وغيرها. طيب. والعجز دكتور الحكومات دكتور والمسلم. أين أخطأ السفير الإيطالي في تصريحاته التلفزيونية الأخيرة؟ أولا لم أرى على الإطلاق السفير الإيطالي لم يقل كلمة واحدة على الانتخابات في فرنسا مثلا ولا الانتخابات في روسيا. كيف لسفير يقول بأن لن نسمح بانتخابات في ليبيا في عام 2018 بغض النظر عن حتى تحفظاتنا على الانتخابات في 2018 في الشأن الداخلي؟ هو شأن داخلي، ليس للسفير الإيطالي أن يحكي على ويقولها بطريقة استفزازية وكأن سنهدد بعدم أولا عدم توفير المناخ المناسب لهذه الانتخابات والعمل عليها من الآن أو حتى بعد حدوث الانتخابات سنعمل على عدم الاعتراف بنتائجها، وبالتالي هذه مسألة مهمة. وأنا أنبه كثيرا بأن يعني العصر المعلوماتي الآن يعني يستطيع الكثير أو تستطيع الكثير من دول عبر مخابراتها أو غيرها من هذه الوسائط بأن تؤثر على المزاج المحلي والمزاج اللي عبر الوسائط الاجتماعية في الانترنت وغيرها، وبالتالي يجب الحذر من هذا. السيد بيروني لما قال بأن الانتخابات في ليبيا غير ممكنة في 2018 ممكن نتقبلها منه، هو رأي، ولكن قال
بأن 2018 وجزم بها أكثر من مرة بأن الانتخابات غير ممكنة ولن نسمح بها. كيف لن تسمح بها؟ أنت ما هيش انتخابات مقاطعة في إيطاليا ولا انتخابات أخرى في أوروبا، حتى في الاتحاد الأوروبي متى تقدرش تتجرأ على انتخابات في دولة في الاتحاد الأوروبي؟ وبالتالي هذه المسألة مركزية ويجب العمل عليها، يجب استنكارها من الخارجية، يجب استنكارها من الشارع، وهي مسألة مهمة للأجيال في المستقبل، لتتعلم الأجيال في المستقبل بأن الليبيين لن يسمح لأي دولة عبر أي سفير أو حتى يعني مدير شركة من هذه الدولة أن يتدخل في الشأن الليبي بهذه الطريقة. يبقى حيتحملوا منا الكلام اللي بنقوله لهم توا، بنقول لهم والله توا جيبونا معتقل البريقة والعقيلة وغيرها من هذه المعتقلات ونبوا الأسماء. يا أخي الدولة اللي تحكي عليها يا سيد فرج لديها رأس بومطاري في متحفها في إيطاليا وتقولي أنت لنا علاقات معها جيدة، يا سيدي هذه علاقات تاريخية وعلاقات فاشستية. ممكن الممهال لما تتخلى عن هذا الفكر اليميني المتطرف الفاشيستي والعمل عليه، لكن في تطور هذا الفكر الفاشيستي اليميني المتطرف الشعبوي في إيطاليا يجب يا سيدي، هم قابلين في إيطاليا مش مشكلتنا نحن، لكن يجب مجابهته بقوة هنا في ليبيا. طيب استقبل الآن الأستاذ عبد الحميد عيسى عضو الحراك الوطني المصراتي. أستاذ عبد الحميد أهلا بك. مرحبا سيد. أستاذ عبد الحميد السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بيروني يبدي معارضته لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم وقال أننا لم نسمح بإجرائها، كيف تعلق على هذه التصريحات؟ هذه التصريحات إن دلت على شيء فتدل على أننا ربما أصبحنا دولة محتلة بالكامل لدولة إيطاليا. من أين للسفير الإيطالي أن يتدخل في ليبيا وفي انتخاباتها؟ ما يحدث في ليبيا الآن من تواجد للإيطاليين وللتصريحات السفير الإيطالي هو احتلال ناعم، مثل ما حدث سنة 1909 و 1910 عندما جاء الإيطاليين إلى ليبيا للاحتلال الناعم وقاموا بفتح بنك دي روما ومنح القروض للليبيين، ولكن حدثت صحوة في مدينة طرابلس ومدينة مغازي ورفضوا وجود الإيطالي في ليبيا. بعدها بدأ التدخل العسكري، إن أكبر ما نخشاه أن لا يحتاج الإيطاليين إلى التدخل العسكري في 2018، ربما سينجح الاحتلال الناعم ولن يحتاجوا إلى التدخل العسكري. السفير الإيطالي كل من طبل وزمر سمحني في التعبير وهلل للوجود الإيطالي في ليبيا هدايا إنسان أعتقد أنه غير ليبي وعنده مصالح شخصية تهمة. إحنا عندنا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ونرفض أي تدخل أجنبي في ليبيا سواء كان إيطالي أو فرنساوي أو أقليمي من الإمارات أو قطر أو مصر أو تونس، نرفض رفضا قاطعا. الغريب في الأمر إن ما شفناش إحنا استنكار للتصريحات السفير بيروني، لا شفناها من مثلا حكومة السراج ولا من البرلمان ولا حتى من القيادة العامة للجيش الليبي. لا أدري ما هي الأسباب في عدم خروج استنكار من هذه الكيانات. نعم، إذن تنتظر بيانات الاستنكار لما صرح به السفير الإيطالي. أنت تتحدث أنه أمام محاولة استعمار إيطالية للبلاد، ربما نحن في مرحلة الاستعمار الناعم تستشهد بالسنوات التي سبقت 1911 بداية الاستعمار الكامل الإيطالي للبلاد، لكن نحن لدينا الآن تواجد أو زيارات لعسكريين إيطاليين إلى مصراتة. كيف يتابع أهلنا في مصراتة التواجد الإيطالي هناك؟ تواجد الإيطالي سواء كان في مصراتة أو حتى في ليبيا بالكامل مرفوض رفضا قاطعا من شرفاء ليبيا ومن التيار الوطني في ليبيا. أنا شخصيا ولا أزكي على الله واحدا رفضت رفضا قاطعا أن أدخل المستشفى الإيطالي حين إصابتي في حرب داعش مع البنين المرصوص، ولو أدى ذلك إلى بتر ساقي. لن أدخل إلى مستشفى يرفرف رأي علم إيطاليا ويوجد به عسكريين وضباط إيطاليين. الإيطاليين الفاشست والإيطاليين حاليا قاموا بتعذيب الليبيين ونفيهم. أعتقد أن أحد الضيوف تقريبا ذكر أن الليبيين
والإيطاليين على وفاق، نحب نقول لربما كان هو على وفاق معهم، نحن لسنا على وفاق مع الإيطاليين، نحن كل من قتلنا ومن قتل الليبيين لن نكون على وفاق معه، إذا كنا على وفاق مع الإيطاليين فسنكون بعد عشرات السنين ومئات السنين على وفاق مع التنظيمات الإرهابية، وهذا ما يمكن أن يحصل في ليبيا. طيب، في ظل غياب الاستذكار الرسمي لتصريحات السفير الإيطالي لتدخلات الحكومة الإيطالية في البلاد، هناك حراك اليوم، مظاهرة في مدينة طرابلس، هل هذا الأمر منتظر في مدينة مصرات احتجاجا على التواجد الإيطالي؟ هناك مجموعة كثيرة من الشباب من التيار الوطني وأعضاء مؤسسين في التيار الوطني في مصراتة اليوم شاركوا في المظاهرة في مدينة طرابلس، وسوف يقومون ب طيب الحراك الوطني المصراتي شارك في مظاهرة في مدينة طرابلس احتجاجا على تصريحات بيروني، لماذا لا تخرج مظاهرة مشابهة في مصراتة؟ ما الذي يعيق هذا الأمر؟ بإذن الله في مدينة مصرات في اليومين القادمين ستكون مظاهرة كبرى وحاشدة لتصريحات السفير الإيطالي والدخل الإيطالي في ليبيا ولوجود المستشفى العسكري في أو القاعدة العسكرية في الكلية الجوية في مصرات. طيب، اسمح لي أن أعود مجددا إلى دكتور العربي الوفالي، منذ قليل كان يتحدث الأستاذ فرج حميد، كنت تطلب الكلمة، هو يتحدث أنه لا وجود لأي لغة استفزازية في تصريحات السفير الإيطالي، هي تعبير عن عمق العلاقة بين البلدين. شل الخط. الدكتور العربي الوفالي لا يستمع إلي، سوف نحاول إصلاح هذا الأمر ونعود إلي. طيب، أعود مجددا إلى الأستاذ فرج حميد. أستاذ فرج، هل أنت معي؟ أيضا الاتصال غير جاهز، أعود إليك. نعم، انقطع الاتصال مع الأستاذ فرج حميد ومع الدكتور العربي الورفالي. طيب، أنتقل الآن إلى ضيفي دكتور العاطف الحسية الأكاديمي والمهتم بالشأن العام. دكتور، نعم، عاد الاتصال بدكتور العربي الورفالي، أعود إليك. أريد تعليقك على تحديث الأستاذ فرج حميد الذي لم يجد في تصريحات السفير الإيطالي أي نوع من الاستفزاز، قال هي فقط تعبير عن عمق العلاقة بين البلدين. دكتور، هل تستمع إلي؟ طيب، انقطع الاتصال، سوف نحاول الاتصال به مجددا. أعود إلى دكتور عاطف الحسية الأكاديمي والمهتم بالشأن العام. دكتور، لماذا تعارض روما إجراء الانتخابات في ليبيا؟ لماذا تتناغم مع موقف تيارات الإسلام السياسي؟ هو بالتأكيد لكل دولة لها رأي في سياساتها الخارجية وما تتمناه من هذه الدول الأخرى التي تقابلها سواء في سواء حلفها في المنطقة أو جيرانها أو غيرها، وهذا شرعي لكل الدول بأن ترى بأن والله اتمنى بأن الحزب الفلاني أو الحزب الذي يتماشى مع السياسة الإيطالية يجب أن يكون هو في المقدمة في الانتخابات أو غيرها. ولكن الغريب أن تكون دولة وتدعي الديمقراطية تحت كل المعاهدات الدولية وتقول وتحكم على أن ليبيا غير مستعدة للانتخابات. لو ليبيا غير مستعدة للانتخابات، لماذا لم تقل ليبيا غير مستعدة للحكومة الوفاق مثلا؟ لماذا لم تقل ليبيا غير مستعدة لاتفاق الصخيرات وفشل اتفاق الصخيرات وغيره من لأن كل هذه المشاهد التي رأيناها بعد اتفاق الصخيرات تخدم مصالح بعض الدول التي ترى بأن هذه الحالة من الهدوء النسبي أحسن ما يمكن الوصول إليه إلى ليبيا. ولكن نحن نعلم جميعا بأن الانتخابات في ليبيا آتية لا محالة، سواء السنة ولا السنة الجاية ولا غيرها، لأن ما عندناش خيار في تحييد أو العمل على إنهاء كل هذه الأسلام السياسية إلا بشرعية من الشارع عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد، وحتى بإطار دستوري يراها الليبيين في هذه الفترة. ولكن الغريب هنا بأن إيطاليا على خلاف مع بعض حلفائها في النيتو وحلفائها في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تلعب في هذه الورقة وكأن ليبيا جزء من اهتمامي أكثر من اهتمامكم أنتم. ولكن الجميع يعلم بأن الاتحاد الأوروبي لما بيحكي للليبيين
أو يحكي للشارع الليبي، يحكي عن طريق سفيرها الاتحاد الأوروبي. وبالتالي هذا الموقف موقف أحادي من دولة لها حكومة عمرها ممكن 3 أو 4 شهور، معروف عليها اليمين المتطرف، ويجب العمل على بأن إذا كان معارضة لمصالح الليبيين يجب عدم المماهاة، يجب دغري الواحد يقول والله نحن لا نتفق معكم، وهذا تدخل سافر لشؤون الليبيين. ولكن أنا في 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 تقديري بأن عجز الدبلوماسية الليبية المتمثلة في في سيد سيالة والحكومة الوفاق بأن في حالة من المماهاة الغريبة، بأن كل ما يقوله كل سفير وكأن من المحرمات أنك ترد عليه. طيب سوف أسأل ضيوفي بعد قليل على هذه الجزئية، هل ننتظر موقفا رسميا من السراج أو وزير خارجيته ضد تصريحات السفير الإيطالي، أم أن هذا حلم صعب المنى؟ لكن أنتقل الآن إلى دكتور العربي الورفلي. دكتور، هل تستمع إلي الآن؟ نعم أستمع إليك بشكل جيد. نعم، منذ قليل كنت تطلب التعليق على الأستاذ فرج أحميد، أفسح لك المجال. نعم دكتور أحمد، أسمح لي لأنني أنا أمر بظروف قطع الصوت، وأعطيني بعض الوقت. يعني تفضل. أنا لا أرد، يعني ليس هو فرج حميد، أو أنا أرد على كل هؤلاء الليبيين الآن. يعني شاهدت شخص يكتب بالعربية ويقول غراتسي إيطاليا، يشكر إيطاليا. يا سيدي، إلى هذه الدرجة وصلنا؟ إلى هذه الدرجة من الانحطاط أنك أنت تدعم دولة أجنبية، دولة كان لها إرث استعماري، سفير دولة كان له إرث استعماري، وتدعمه علنا ضد أبناء شعبك الليبي، وتحاول الإقلال من عدد المتظاهرين الذين خرجوا اليوم داخل مدينة طرابلس وفي مدن أخرى تعبيرا عن استنكارهم لهذه التصريحات المستفزة التي صدرت من السفير الإيطالي. يا أخي، هناك بالفعل تدخلات على الحدود الليبية الجنوبية من السودان وغيرها، حتى تشاد عندها تدخلات، ولكن نحن بصورة عامة ضد كل أشكال التدخلات التي تحصل في بلدنا العزيز. وأيضا هذا المبدأ منصوص عليه أيضا في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مبدأ عدم التدخل هذا معروف. نحن قلنا بأن السفير الإيطالي قد تطاول وتجاوز الحدود عندما يضع فيتو ويقول لك، ويتدخل حتى في تطبيق القوانين الداخلية والإعلان الدستوري الليبي، عندما يقول لك يا فرج حميد لا انتخابات، معنى هذا أن إيطاليا أصبحت وصية عليك، وأن إيطاليا لا تريد لك أي انتخابات. ولكن نحن نعلم لماذا أنتم تدعمون مثل هذه التصريحات وتدعمون أطراف ضد مصلحة أبناء شعبكم الليبي. أنا والله استغرب بالفعل من ليبيين يكتبون الآن عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشكرون إيطاليا. على ماذا تشكرونها؟ على عدم الاستقرار؟ على جلب بوارج حربية تجوب المياه الإقليمية؟ على نزول قوات إيطالية إلى مدينة مصراتة وربما كما قلنا داخل مدينة طرابلس؟ هناك الآن شخصيات محمية من قوات إيطالية لعلم الشعب الليبي، شخصيات محمية من قوات خاصة موجودة، قوات خاصة مدربة تدريب راقي، وبمجرد ما يحصل شيء تجد ربما طائرات الأباتشي، وقد رأينا ذلك، من هي هذه ورأينا الشخصيات؟ طائرات الاستطلاع. من هذه الشخصيات المحمية؟ نعم، من إيطاليا، شخصيات موجودة داخل المجلس الرئاسي ويعرف الليبيون. ما فيش حد، هناك قوات يعني تظهر للمواطن الليبي بين الحين والآخر داخل شوارع طرابلس، يعتقدونها ميليشيات تلبس بلباس عسكري، وهي قوات أجنبية موجودة، وأنا أؤكد هذا الأمر. هناك مخابرات أجنبية موجودة وتعمل على الأراضي الليبية، هناك طائرات تجوب الأجواء، هناك تدخل جوي وتدخل عسكري على الأرض. يا أخي، نحن إيطاليا بالفعل هناك دول لن نسمح لها بالتدخل. أيضا يعني هو ذكر مصر وذكر الإمارات، هذه دول داعمة للجيش، من حق المؤسسة العسكرية أن تعقد اتفاقات من أجل مكافحة الإرهاب، هذا موجود حتى في اتفاقات بين الجيش المصري والجيش الأمريكي. هناك اتفاقيات بين الدول موجودة ومحصورة لمكافحة الإرهاب وتقوية جيوشها الوطنية. هو يقول الحدود وتدخل الجيش السوداني، نعم، لأنكم أنتم تناصبون العداء للمؤسسة العسكرية حتى هذا التاريخ، المؤسسة العسكرية التي نريد منها تأمين الحدود، هذا هو مطلب الشعب الليبي، ندعم المؤسسة العسكرية من أجل تأمين الحدود وتأمين الأجواء الليبية
ولكن أنتم تحاربون هذه المؤسسة بشتى الوسائل عبر أعلامكم وعبر أبواقكم الإعلامية. الآن تدافع يا أخي بشكل فظ عن السفير الإيطالي وعن الدولة الإيطالية، أليس هذا عيب وهذا مستغرب بالله عليك في حق الشعب الليبي؟ كيف بالله تقف مع تصريحات هذا السفير وتقول عنها تصريحات دبلوماسية؟ أين هي الدبلوماسية والأعراف الدبلوماسية من هذا السفير الذي يتجول داخل المدن الليبية دون رادع؟ هل السفير هذا ما الذي أعطاه الحق أن يتجول داخل المدن؟ من الذي أعطاه الحق أن يتجول داخل مدينة مثل زنتان؟ من يعني يتجول في مدن غرب ليبيا؟ يعني هذا والله أمر مستهجن من هؤلاء الليبيين. هذا واحد اليوم كتب لنا قال جراتسي إيطاليا، تجندرت لك أنت إيطاليا. إيطاليا يجب أن نتعامل معها ندا بند، يجب أن تكون هناك علاقات مشتركة، ونحن بالفعل نريد تطوير هذه العلاقات، وهي كما قلنا دار جارة، دولة جارة، ولكننا لن نسمح بهذه التدخلات. طيب. إيطاليا دولة ديمقراطية، إيطاليا دولة ديمقراطية، لماذا تعارض قيام الشعب الليبي بممارسة حقه الديمقراطي؟ نعم، إنهم يعني يريدون مقاس ديمقراطية، يعني يفصلونه على مقاسنا، يعني عندما يتعلق الأمر بانتخابات للشعب الليبي وإرادة الشعب الليبي فهم يعارضون ذلك، وهم يجرون انتخابات كما يشاءون ويطبقون قوانينهم الداخلية. إذن هذا تدخل فض، يعني عندما يقول السفير الإيطالي، أنا هنا أعبر عن غضب الشديد، عندما يقول لا انتخابات، هذه وصاية، هذا انتداب، لا يريد لهذا الشعب الاستقرار، ولا يريد الذهاب بنا إلى انتخابات في معارضة طبعا شديدة للموقف الفرنسي الذي أكد في كم من مناسبة على مستوى الرئاسة الفرنسية بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وقد أكد ذلك وزير الخارجية في زيارته لليبيا الأيام الماضية. أيضا وزير الخارجية المصري، وهي دولة جارة ودولة شقيقة، قد أكدوا على ضرورة إجراء انتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية. هكذا تكون التعامل بين الدول، يعني بين الدول، هكذا هي نعتبرها لغة يعني لم تتجاوز الحدود. ولكن عندما يأتي هذا الإيطالي ومن داخل الأراضي الليبية ويصرح ويقول لا انتخابات ولا يعني انتخابات تشريعية ولا رئاسية، ويجب أن نطمح إلى استقرار ليبيا. الانتخابات هي جزء أساسي من استقرار ليبيا، بدون انتخابات لن يكون هناك استقرار، وهذه الوجوه جاتمة على صدورنا اليوم، فيهم اللي قاعد 7 سنوات، وفيهم اللي قاعد 3 سنوات، وفيهم اللي قاعد 4 سنوات. يا أخي الشعب الليبي فد ويريد التغيير، ونحن طز فيه كلام الإيطالي هذا، وليخرج الناس كلهم إلى الشوارع وليعبروا عن آرائهم بكل قوة. وهناك حراك الحقيقة يقوده بعض الشباب داخل المدن، منها مدينة طرابلس ومدينة صرمان وصبراتة وأيضا حتى الزنتان أصدروا بيان. نحن نحييهم يعني على هذا الموقف الوطني، فليتحركوا الناس ضد، إذا عجزت كما قلت لك الأجهزة التنفيذية هذه، فعلينا أن نوجه الناس، الناس عليهم أن يقولوا آرائهم بكل قوة رغم الظروف الصعبة والمعيشية التي يعيشها المواطن الليبي. ولكن المواطن الليبي في النهاية مواطن لديه كرامة، لديه وطنية، ونحن نعرف التاريخ يا سيد فرج حميد، أقرأ التاريخ وأقرأ ماذا فعلت إيطاليا بالشعب الليبي. عندما تقول والله العربي هذا يتحدث عن استعمار، أنا شرحت في بداية مداخلتي وقلت بأن الاستعمار التقليدي لم يعد له وجود، بأن دولة اجتاح دولة لم يعد له وجود، ولكن الآن أصبحت التدخلات لها صور أخرى، تدخل اقتصادي، تدخل سياسي، هناك تدخل من خلال أجهزة استخباراتية تعمل على استحداث خلخلة داخل المجتمعات، والدلائل موجودة، هناك التدخلات في المنطقة العربية تمارسها بعض الدول، يعني ليبيا جزء من المنطقة العربية. إذن صور التدخلات اختلفت في العصر الحديث. يعني ما يجيكش واحد بندقته يقول لك أنا بنمشي نحتل طرابلس، هذا طبعا أمر يعني مستحيل التحقيق، ولكن هناك أمر آخر هو فيما يتعلق بالتدخل من أجل تحقيق مصالح اقتصادية، من أجل الضغط، من أجل أصلا تشكيل لوبي داخل ليبيا. هذه نقطة مهمة جدا علينا التحدث عنها. إيطاليا سعت إلى تشكيل مجموعات موالية لها، للأسف الشديد ليبيين يزورونها ويقدمون لها الولاء، يرقصون معها داخل السفارة يا أخي على والله يرقصون معها، وأنظر إلى الفيسبوك وأبحث عن هذه الصور لتجد أشباه الرجال يرقصون مع سفير إيطالي داخل، لتجد هذا مسمي نفسه لا أدري رئيس مجلس الأعلى للدولة يقص في كيكة مع السفير الإيطالي وهو يضحك مع عبد الرحمن السويحلي الإيطالي والقوات الإيطالية على مطرب. تتحدث عن عبد الرحمن السويحلي؟ ما هذا يا رجل؟ الدولة السابق. نعم نعم نعم، أذكر عبد الرحمن السويحلي هنا وباسمه الصريح، وأقول بأن هذا الهاوية
تقاسم الكيكة مع السفير الإيطالي وهو يضحك القوات الإيطالية على مقربة من بيته. ما هذا الخنوع يا أخي؟ وما هذا الدل؟ قوات إيطالية مدججة بالسلاح، وعلى فكرة هي من نخبة القوات الخاصة مدربة بشكل جيد، جلبتهم فرقاطة وجلبتهم طائرة عسكرية ونزلوا بها في مصراتة وصفقوا لها أشباه الساسة. وأيضا هذا الكثير، يعني أذكر هنا أحمد معتيق لديه زيارات سرية وعلنية إلى روما، يعني أبقونا وأدعمونا داخل المشهد الليبي ونفتح لكم ذراعينا لتفعلوا ما تشاءون من تحقيق أي هدف تريدونه. وهذا السفير الذي يتجول، بالله عليكم يا مواطنين أمنعوا هذا السفير من دخول المدن، بالله عليكم، لتقول لدينا حركة معارضة شعبية بعد أن عجزت دولتنا وعجزت الأجهزة هذه الخارجية وعجزت الشؤون الخارجية ومجلس النواب الميت ومش عارف من هو الميت الآخر، وكلها السام ميتة، عجزت عن تحقيق رغبة الشعب الليبي. يا أخي غير خلونا شوية كرامة، بس عطونا شوية كرامة، قولوا لهالطلياني وقف عند حدك، بس معاش نبو حاجة تانية. قال لك والله استعمار إماراتي، استعمار مصري، ابدا. وفي النهايه هذه دول شقيقه، هذه دول عربيه تسعى وتساعدنا في مكافحه الارهاب وتدعم المؤسسه العسكريه، وقد اعلنها الرئيس السيسي صراحه منذ يومين عندما قال انا ادعم المؤسسه العسكريه لان هي الملاذ الامن للشعب الليبي. ترى واتخذنا ميليشيات على استعمار وتدخل ايطالي. يا سيدي هناك مجموعات يا سيدي ليس لها بعد نظر، يريدون الحصول على تأشيرة شنغن من أجل أن يدعموها إعلاميا. تصور يعني تصور إلى أين وصلنا من درجة الانحطاط. أكثر من مرة تتحدث عن الحراك الشعبي دكتور، أن تعول على التظاهرات الشعبية في ظل غياب الدور الرسمي ضد التدخلات الإيطالية، لكن يبدو أن روما غير مهتمة، السفير الإيطالي غير مهتم بالحراك الشعبي طالما أن هناك مصالحه مهمية عبر علاقاته الشخصية مع بعض أعضاء رئاسي سميت منهم أحمد معتيق، وأيضا علاقاته مع عبد الرحمن السويحلي، علاقاته مع السراج كذلك، وأيضا مع الميليشيات التي تحمي مصالحه في مجمع مليتا. صدقني دكتور أحمد، صدقني بأن هذه الدول على عظمتها وهذه الدول على جبروتها فإنها تخشى من تحرك الشعوب. إذا تحرك الشارع فإن هذه الدول تخشى ذلك. والله صدقني لو رأينا حرق العلم الإيطالي داخل مدينة طرابلس وفي مدن أخرى سوف تشاهد هذا الإعلام الإيطالي، لأن هذه دول مؤسسات، سوف تشاهد الإعلام الإيطالي يصب جام غضب على هذا السفير النزق، هذا السفير المتطاول، هذا السفير الذي تجاوز كل الحدود. هذا حراك شعبي في بدايته، لنقل ذلك ولنقل صرحاء. نعم الشباب يعانون من بعض الظروف، بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى دعم إعلامي، وبحاجة إلى دعم لوجستي، وبحاجة إلى اتصالات، وبحاجة إلى تنسيق يقوده أناس بسطاء، أناس رأيناهم داخل مدينة طرابلس وفي مدن أخرى، ناس خرجوا من أجل الكرامة الليبية. يا سيدي نعم، رغم ضنك العيش، رغم هذه المأساة التي يعيشها المواطن الليبي، خرجوا هؤلاء الشباب اليوم في هتافات صريحة وواضحة ضد التدخل الإيطالي، وعليكم بنقل الفيديو لفرج حميد فليستمع إلى قول هؤلاء الشباب. نحن صوتنا تعبير عن هؤلاء الشباب الذين نحن نحييهم أيضا. بالفعل يا أخي فلتكن لدينا درة كرامة يا أخي، خلاص احنا فقدنا كل شيء، ولكن كرامتنا في النهاية يتطاول علينا هذا الرجل ويقول لا يخرج الشعب الليبي من أجل الانتخابات. وعلى فكرة على ذكر الانتخابات أنا أريد أن أوجه هنا رسالة للشعب الليبي، هذه الانتخابات نحن ننادي بها وندعمها بكل قوة، لأننا لا نريد لهؤلاء الاستمرار. يا ناس 7 سنوات في اللي قاعد جتامة على قلوبنا، فليغرب عنا الشعب فد. هؤلاء فشلوا على كل الأصعدة، ماذا قدموا للشعب الليبي؟ لم يقدموا له إلا التعاسة والبؤس والمرض. حتى الجرب يا أخي سبحان الله، أمراض كانت مندترة الآن موجودة في ليبيا، مرض السل والدرن وغيرها من الأمراض، الأمصال غير موجودة، الأطفال في معاناة، الكهرباء في معاناة. فليغربوا عنا هؤلاء، الشعب الليبي يريد حلول عاجلة، يريد وضع حلول عاجلة، والشعب الليبي سوف يتحمل المسؤولية. ويستمر الحراك ضد هذه
الوجوه الكريهة اللي نصبوها علينا من الصخيرات اللي نصبوها علينا هذه الدول. طبعا السفير الإيطالي يدعم في هذه الوجوه وهذه الإشكالات الموجودة على المشهد الليبي، لأن هذه الوجوه هي عبارة عن وجوه عميلة سوف تحقق له المصالح التي يصبو إليها على طبق من فضة، دون أن تقدم إيطاليا للشعب الليبي أي شيء. قالت سوف نكافح الهجرة، كذبوا في ذلك. لم يزودوا أيضا، يعني كانت هناك زوارق المفروض متفق عليها، لم يحصل هذا. رأينا على المستوى الاقتصادي، رأينا على المستوى السياسي، يعني هؤلاء الطليان لا يريدون استقرار للشعب الليبي ويريدون استمرار الأزمة مع هذه الوجوه. أنا أوجه هنا رسالة، فليضغط الشعب الليبي من أجل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وليغرب عنا مجلس النواب، وعليه أن يصدر قانون الانتخابات، وإلا فإن الشعب الليبي والله ربما أخوتنا في طبرك حيزحفوا عليكم، والله ما عاد لكم مكان، لأنكم أنتم أخليتم بالمسؤولية، خنتم أمانة الشعب الليبي، لم تكن يعني بالفعل أصبح الشعب الليبي في ضنك من العيش، والله بنغازي لن تكون يعني لن يستقبلوكم أهل بنغازي يا مجلس نواب. أيضا المجلس الرئاسي، ما الذي فعلته؟ أنا أوجه هنا سؤالي للسراج، ما الذي فعلته بالله عليك بحق الشعب الليبي؟ ليك الآن 3 سنوات يا سراج، بالله ما الذي صنعته بالشعب الليبي؟ تفاقم الوضع، الشعب الليبي فد، الشعب الليبي جايع، الشعب الليبي يا أخي نساء قالوا لي فتشوا في القمامة، ولنكن صرحاء ولنقول ذلك ولنؤكد على ذلك، عزايزنا أمام المصارف يا راجل في السمس. تشنو هذا بالله يا سيد سراج وانت معيتيك، ولما تعلنوا عن مليارات ولما تعلنوا عن ملايين ولما تعلنوا عن صفقات، أين هذا بالله؟ الشعب الليبي الآن أصبح شعب جايع، ومع هذا الشعب الليبي لازال يدافع عن كرامته ولازال يدافع عن عزة نفسه ولازال يستذكر المقابر الجماعية والعقيلة معقل العقيلة، ولازال يستذكر التاريخ. وأقول لفرج هذا الإعلامي فليذهب فليطلع على التاريخ وماذا فعل الإيطاليين بالشعب طيب الليبي. دعني أنتقل الإعلامي الأستاذ فرج حميد، اطلع على التاريخ. يقول لك دكتور العربي الورفلي، وهناك اتفاق بين كافة ضيوفي دكتور عاطف الحسية، الأستاذ عبد الحميد عيسى، وأيضا دكتور العربي الورفلي، أن الدور الإيطالي في ليبيا هو دور استعماري. أستاذ فرج هل أنت في الاستماع؟ واضح سيد احمد، ارجو ان تمنح لي الوقت مثل ما منحت الوقت للسيد العربي الوصلي. السيد العربي الوصلي يطالبني بقراءه التاريخ، وانا اطالبه بقراءه اداب الحوار واداب النقاش قبل ان يخرج على الاعلام الليبي في حاله هستيريه مخاطبا وليس محللا للمشهد الليبي. السيد عبد الوهلي ذهب بعيدا واصبح يخاطب الشعب الليبي وكانه هو من يقود الليبيين ويتحدث باسم الليبيين. دعنا من هذا ودعنا من التاريخ، فكلنا نعرف التاريخ جيدا وقرأنا التاريخ جيدا وحتى وصلنا لهذه المرحلة. أقول لك أستاذ أحمد، السيد عربي الورفلي يقول مصر ويقول الدول العربية أقرب لنا من إيطاليا، من 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 جلب الناتو الجامعة العربية هي التي صدرت أول قرار بقيادة السيد عمر موسى، هي من ربما وصلتنا لهذا المشهد ولهذه الحالة. العلم الإيطالي رفع في أمام محكمة بنغازي، ورفرف العلم الأمريكي والعلم الفرنسي أيضا في محكمة بنغازي. أستاذ العربي الورفلي أتابع جيدا المشهد أستاذ العربي الورفلي، وأنا أقول كلمة حق أمام الليبيين وأمام كل من يتابع هذا البرنامج، إن لن تكون ليبيا مدام هذا الخطاب، الخطاب الإقصائي والخطاب التعبوي والخطاب الآن أسجل ويسجل الإعلام ويسجل كل من يوصل المشهد الإعلامي أن السيد العربي الورفلي يقوم بتهديد صريح وعلني على سفير دولة أجنبية وهو السفير الإيطالي، ويقول أمنعوه من الخروج وأمنعوه، وهذا تحريض مباشر وتهديد لحياة السفير الإيطالي، يعاقب عليها القانون الليبي ويعاقب عليها الأعراف الدبلوماسية. نحن عندنا هناك نوافذ دبلوماسية. طيب يا أستاذ فرج، لدي تعليقين الآن على حديثك، أريد أن أفسح لهما المجال. أبدأ معك دكتور العربي باختصار.
يا سيد فرج، أنا لا أحرض على السفير، ولكن عندما رأى هذا السفير يتطاول على إرادة الشعب الليبي، عندما رأى هذا السفير يتجول داخل المدن الليبية، أنا أريد فقط أن تطبيق الأعراف الدبلوماسية وتطبيق النصوص القانون الدولي والاتفاقات الدولية التي تنظم عمل السفراء والتي تنظم القواعد وقواعد العمل الدبلوماسي. هذا السفير لم يحترم دولتي، وأنا لا أحرض عليه في شخصه وإنما بصفته، وإذا كنت أنا محرض فليكن ذلك. أنا أريد منع هذا السفير من أن يتجول داخل المدن، أريد أن ألجمه كمواطن ليبي تهمني سيادة ليبيا. عندما عجزت الخارجية الليبية وعجزت الحكومات الليبية وعجزت كل هذه الأجهزة عن تقول لهذا السفير كفى، إذن علينا نحن الشعب الليبي أن نقول له كفى. كفى يعني أن يتجول داخل المدن الليبية. من الذي أعطاه الحق بأن يرفع مساعدات إنسانية وتحت مسمى مساعدات إنسانية ويتدخل في الشأن الليبي؟ رأيناه يجالس الناس شاسة من أجل أن يحقق لهم بعض المصالح بتأشيرات وإلى غير ذلك وزيارات واستقبالات. بالله هذا السفير عندما يضع علي فيتو ويقول لا للانتخابات، أنا كمواطن ليبي سوف أخرج ضده. هذا انتداب، هذه وصاية أنا لن نسمح بها يا فرج حميد. وبالفعل أنا أقول لك عليك أن تراجع التاريخ جيدا. طيب دعني أفتح المجال للأستاذ فرج حميد ليكمل فكرته. علمونا أهلنا الأداب وعلمونا أهلنا كيف نحاول، أستاذ فرج. لكن أنا بالفعل غاضب غاضب جدا من هذا الوضع الذي وصلنا إليه. أستاذ فرج حميد أرجوك أستاذ العرب الوفلي أن تدعني أكمل فكرتي. تفضل أستاذ فرج. نشيد لغة 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 الحوار ونبتعد عن الغوغائية وعن لننتقل إلى صلب الموضوع. نحن نتحدث عن تصريحات السفير الإيطالي، الدور الإيطالي، وهناك دعوات لتصعيد التظاهرات الشعبية للاحتجاج على التدخل الإيطالي. كيف ترد على هذه الدعوات؟ سيد أحمد، عندما يقول السيد العرب الوفلي أنه هناك فيتو إيطالي في 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 عدم إجراء الانتخابات، إذا كان صرح السفير الإيطالي أن الانتخابات غير ممكنة في هذه الظروف، هل يعتبر فيتو؟ هل يعتبر قرار نافذ؟ إذا كان السيد السفير الأمريكي قال لا يمكن إجراء انتخابات في هذا المشهد، هل يمكن هذا يكون قرار نافذ؟ ولكن نحن في 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 ظل، وعلينا أن نعارض أيضا فكرة السفير الأمريكي، لأننا نحن شعب ندعي الانتخابات، شعب المفروض أن يكون لدينا سيادة وكرامة. يا فرج حميد، انتخابات يا راجل، بالله عليك أي انتخابات؟ أي انتخابات يا سيد العرب الوفلي؟ أما شنو تبينا أن نستمر 10 سنين أخرات مع هذه الوجوه النتنة، مع هذه الوجوه الكريهة التي أضرت بالشعب الليبي، باعت الشعب الليبي في سوق النخاسة. يا أخي يا فرج حميد، والنبي تقول في كلام هداي، بالله هل يعقل أن تقول الكلام هذا؟ يعني واحد يجيك سفير يقول لك ما فيش انتخابات، وتقول لي والله سفير الأمريكي قال ما فيش انتخابات. أيضا علينا أن نعارضه، علينا أن نحترم إرادة الشعب الليبي. يا سيد العربي، سيد العربي تفضل. استاذ فرج، تفضل يا سيد فرج حميد، هاي انت اعلامي يحاورني، هاي تفضل، واحنا امام الشعب الليبي على الهواء. انا ضد تصريحات كل واحد يقول ما في انتخابات. طيب طيب، واللي يكون وسيع للشعب الليبي بهذه اللغه سوف نصل لبر الامان بليبيا. نحن في حاله انقسام واضح. سيد عاطف الحسيني، شنو بر الامان؟ وين بر الامان؟ وروه لنا بالله اللي تقول عليه بر الامان. وينه؟ وين بر الامان؟ 7 سنين واحنا نعوموا في فلوكه، واحنا نعوموا في موجه، توينا بالله بر الامان يا فرج حميد؟ بالله وضح لي، انت اعلامي، قول لي ليش انت تعارض في الانتخابات تو قدام الشعب الليبي؟ انا لا اعارض الانتخابات، الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من هذه الازمه. الانتخابات هذه طوق النجاة ليبيا، ولكن يجب توفير لها ظروف وتهيئه لها ظروف. هناك معرقلين محليين، ظروف معناها نستمر 10 سنوات وهم جاثمين على انفسهم. انت يجب كاعلامي انك انت تدعم حراك الناس، حراك الشعب، نبض الشارع. طيب، الشارع قال لك نبوا انتخابات يا فرج حميد، ليش انت تو تلود في الكلام وتعوج في الدلاع؟ ليش يعني؟ يا سيد العربي، يا سيد العربي، الشارع قالوا حتى نبوا التفويض المشير يحكم ليبيا، لماذا لم تخرج الانتخابات؟
طيب نعم نعم سيد العربي المشير نعم نسمع فيه. الشارع قال نريد تفويض المشير، لماذا لم تقل نريد انتخابات؟ لا يا سيدي لا 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 ما تمشيش، ما وانت ما وانتم يعني انظر كيف لازم لازم تمشوا للجيش، لا لازم يعني وين الواحد يديركم سؤال مباشر تمشوا للجيش. دع عنك المؤسسة العسكرية والمشير، المشير يكافح الإرهاب، وفعلا المشير إذا تخلى وقال لي بخش انتخابات هذا كل مواطن يبي يخش الانتخابات من حقه، ومن حق كل مواطن أن يدفع بنفسه ليكون رئيس لهذا البلد. نحن من نحن أنا سألتك عن المبدأ، قلت لك لماذا يا فرج حميد يا إعلامي تعارض الانتخابات؟ ليش بالله عليك هالوجوه النتنة هذه تبيها تستمر؟ نحن فدينا الشعب الليبي سبحان الله ولا مس قال لك فدينا يا فرج حميد يا إعلاميين بالله يولوا على تالياتكم. طيب طيب بالله يدافعوا على مصالح الشعب المنهكة، الشعب اللي يعيش الآن في ضنك يعيش في معيشة تعبانة سبع سنوات، شو اللي داروا لنا هديهم بالله؟ أستاذ باختصار يا استاذ فرج حميد قبل ان انتقل للدكتور عاطف حسية باختصار. يا سيد العربي يا سيد العربي انت تقول نريد انتخابات وفي نفس الوقت تقول ان هناك اجهزه مخابرات وهناك تدخل اقليمي ومحلي ودولي ومخابرات فلنطرد ومخابرات نعم فليتم طردها يعني من اللي جابها المخابرات اللي جابها اسلوبكم هذا المهادن. انتقل الان الى الاستاذ عبد الحميد عيسى ضيفي عبر بالله عليك هل رأيت قوات مثلا في منطقة لنقوله في منطقة برقة وبنغازي وضواحيها هناك جيش وهناك مؤسسة عسكرية أنتم تكيلون لها العداء، ولكن هذه المخابرات الموجودة بالفعل وهذه القوات على الشعب الليبي أن يعرف الحقيقة. نعم يكون على قلبي مظاهرات. أنتم أنتقل الآن إلى الأستاذ عبد الحميد عيسى. أستاذ عبد الحميد أستاذ عبد الحميد هل تعتقد أن الدعوات لخروج الشعب أو التظاهرات الشعبية للتعبير عن الرفض لتصريحات السفير الإيطالي للدور الإيطالي المشبوه قد تكون ناجعة في هذه الظروف، خاصة أن روما تحصل على مصالحها عبر قناة علاقاتها الشخصية مع بعض أعضاء الرئاسي ورئيس المجلس الرئاسي؟ نعم ستكون ناجحة، وإذا كانت مسبوقة بخطوات أخرى وتم تنفيذ هذه الخطوات لن يكون هناك موطأ قدم للسفير الإيطالي ولا للتواجد الإيطالي في ليبيا ولا حتى لأي وجود أجنبي. الخطوات الأخرى التي تسبق المظاهرات الشعبية والتنفيذ هي المصالحة الوطنية الشاملة وعودة المهجرين في جميع أنحاء ليبيا وعدم تحري خطابات الكراهية انتهاج خطابات الكراهية من القنوات الإعلامية وعدم شيطنة المدن أيضا. والليبيين يجب عليهم الصفح والعفو وتقديم تنازلات حتى ولو كانت مؤلمة من أجل الوطن ولم الشبل، هناك لن يكون أي موطأ قدم للسفير الإيطالي لا غيره. معلش يعني عندي رد بسيط على كلام السيد العربي الورفلي، تفضل بنجاوبه. هو طلب من البرلمان والمجلس الرئاسي ان يخلونا في حالنا، بنقول له يا سيد العربي الورفلي ان البرلمان مش حيسيبوا ال 16000 دينار ليبي والامتيازات ومنتجعات شرم الشيخ، ولا الرئاسي حيسيبوا ال 25000 دينار والسفريات الماراثونيه والامتيازات اللي بالملايين، هذين مش حيسيبوهن، لان لما نقول احنا كلمتنا الشعب الليبي ونتفاهموا ونتفقوا ونتناسوا الأحقاد ونسامحوا بعضنا ونعتذروا لبعضنا، ممكن هذا الوقت يسيبونا في حالنا. لكن أنا مبشرك نقول لك لو قعدنا هكي حتى 10 أو 15 سنة قادمة مش حيسيبونا هدما ومش حيسيبوا امتيازاتهم. ومن هنا من منبركم الموقر أدعو أولا لتوحيد المؤسسة العسكرية في الشرق وفي الغرب، ويجب أن يكون مؤسسة الجيش الليبي في ليبيا بالكامل، ليس تحكر على مدينة أو قبيلة أو جهة أو إقليم. نحن الآن نعمل على توحيد المؤسسة العسكرية بالكامل، ويجب عودة المهجرين في بنغازي وفي مصراتة والمهجرين في الخارج. هذه ربما في حلقة أخرى، وهو مطلب عادل أن تحدث المصالحة وعودة المهجرين والنازحين، لكن اليوم نتحدث عن تصريحات السفير للإيطالي وعن الدور الإيطالي. اسمح لي فقط دكتور عاطف قبل أن أعود إليك، أريد حجوزات القمر الصناعي شارفت على الانتهاء مع دكتور العربي الورفلي، أريد أن أختم معه. دكتور أعود إليك كلمة في ختام لقائي معك، تفضل. دكتور العربي
انقطع الاتصال. عود إلى دكتور عاطف الحسية مجددا. دكتور، طالما أنه إيطاليا تحصل على مصالحها عبر قناة المجلس الرئاسي، عبر الميليشيات التي تحمي مجمع ميليتا الذي تتغذى به، الكثير يتحدث عن ما الذي يمكن أن يفعله الشعب أو التظاهرات الشعبية الرافضة المنددة المستنكرة للدور الإيطالي ولتصريحات جوزيبي. هو قبل الدخول في سؤالك استاذ احمد، انا في تعليق على السجال اللي حصل بين الدكتور العربي وسيد فرج، اعتقد بان هو هذا السجال الذي نريد في الواقع وعدم تدخل السفير الايطالي فيه. فالسؤال المتبادل ما بين الشخصين الكريمتين بان ماذا تريد من الانتخابات وكيف تريد الانتخابات، هذا سجال ليبي ويجب الدخول فيه كل يوم بمعزل عن السيد السفير الايطالي في ليبيا. اما كيف يفعل الشعب الليبي وكيف يؤثر في السياسه الخارجيه الليبيه من الشارع الليبي، الجميع يعلم إن لم يكن يعلم الجميع بأن مصالح إيطاليا في ليبيا هي مصالح اقتصادية بالدرجة الأولى أو مصالح متضررة بسبب هذه المشاكل. طيب قبل أن نعود إليك لأختم معك أو لتكمل فكرتك، أريد أن أختم مع دكتور العربي الورفلي، يبدو الاتصال عادة معه. دكتور، هل أنت معي الآن؟ لو كنت تستمع إلي أفسح لك المجال وأختم معك في دقيقتين، تفضل. نعم أخي أحمد، بالفعل يعني الإنسان يعبر عن غضبه في مثل هذه المواقف. نحن ندعم انتخابات رئاسية وتشريعية ونتعامل مع كل الدول بعلاقات متبادلة وعلاقات مشتركة. إيطاليا بالفعل يعني سوق مهمة ودولة مهمة لليبيا، ولكن ليكن هذه العلاقات على أسس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في السيادة الليبية وعدم التدخل السافر في الشان الليبي. وبالفعل يعني على الشعب الليبي أن يعبر عن معارضته الشديدة لتصريحات السفير الإيطالي عندما يقول لا انتخابات. وردا على الأخ باللهي الأخ عبد الحميد، أنا أشكره على ما قاله. بالفعل أخي عبد الحميد، نحن نسعى إلى تغيير هذه الوجوه، نسعى إلى انتشال هذا الشعب. يعني نحن قدراتنا بسيطة، ولكن ندعوهم إلى تبني فكرة انتخابات تشريعية ورئاسية، فليغربوا عنا. الشعب فد، ما الذي قدمه هؤلاء جميعا للشعب الليبي؟ كل الدول الآن طمعت فينا، هي إيطاليا على الأقل دولة كبيرة ودولة صناعية، دول ضعيفة أخرى طمعت في الشان الليبي. الشعب الليبي الآن أصبح محاصر، طائراتنا لا تذهب إلى، لا تتعامل مع شركات أخرى، وضع يعني تعبان جدا. ونحن بالفعل كلمة أخيرة ومختصرة، ضد هذا التدخل السافر، ومع دعم القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، ومع دعم أي دولة تريد الحل للشعب الليبي وحل سياسي بدون تدخل. ندعم وجود انتخابات رئاسية، وأكرر هنا رئاسية وتشريعية بالفعل، لتكون لدينا أجهزة تنفيذية قوية، مؤسسة قوية. نعم نعم، تحياتي لكم. نعم أنا أسمع عليك، أكمل فكرتك. نعم أخي أحمد، وبالفعل أحيي كل الشباب الذي خرجوا في حراك لا للتمديد، ندعمهم على كل المستويات، ندعم هؤلاء الشباب. أنا كعربي ورفلي أتضامن معهم داخل طرابلس، داخل أي مدينة، يريدون حراك شعبيا ليقولوا لا، ليقولوا كلمة لا. يا أخي مستخسرين فينا، حتى واحد يطلع بيقول كلمة لا، قولوا كلمة لا وبس، قولوا فدينا وبس. هذا هو الشعب الليبي، شعب عزيز، شعب كريم، شعب ليدافع عن كرامته، شعب بالفعل أنا أكرر هنا وليس تحريض، لنعارض هذا السفير الإيطالي، لنمنعه من دخول المدن الليبية، لنقف يعني نقفه عند حده إذا عجزت وزارة الخارجية، ودعنا من مذكرات الاحتجاج، هذه عينا منها. الشعب الليبي عليه أن يقول كلمته، والشباب متحركين والشباب ناشطين وهم على تواصل مع بعضهم، وقد يمتد هذا الحراك وهي بداية، فلندعم هذه البداية. يا ناس فدينا، قولوا لا، أطلع في الإعلام وقول كلمة لا بس، هذا المطلوب منك. شكرا. أما إنك تجيب لي واحد إعلامي ويقعد معارض لمصلحة الشعب الليبي ويقعد يدعم في أطراف خارجية من أجل مصالح أندونية ضيقة، واللي يمشي يرقص في السفارة مع سفير إيطالي ولا سفير آخر، هذا أمر مشين لا نقبله. شكرا جزيلا لك. كرامة الشعب الليبي فوق كل اعتبار.
المحلل السياسي دكتور العربي الورفلي. أعود إليك دكتور عاطف الحسية لتكمل فكرتك وأعتذر منك للمقاطعة، تفضل. هو في رد على سؤالك، ما يمكن أن يعمل الشعب الليبي في يعني لبلورة حالة الاستنكار هذه اللي سياسة حقيقية سياسة خارجية؟ أولا يعلم الجميع بأن إيطاليا مصالحها في ليبيا مصالح اقتصادية أو مصالح منع لهذه المصالح الاقتصادية وحمايتها بالدرجة الأولى. من 20-30% من الغاز الإيطالي يأتي من ليبيا. التبادل التجاري ما بين ليبيا وإيطاليا يفوق 300 مليار، عجز على الإيطاليين. يعني نحن نصدر لهم أكثر من هم يوردون لهم. ففي كل هذه الأشياء راهو نقاط قوة لتوصيل كلمة وطنية حقيقية عبر سفير إيطاليا إلى الحكومة الإيطالية، إن استمرت في التدخل في الشأن الليبي، واستمرت أيضا في التعامل مع الميليشيات بمحاولة حماية مصالحها، يعني بدلا عن التعامل مع الشريك القوي وهو الدولة والجيش وغيرها من هذه الجهات. أما المسألة في الشارع، أنا أتفق تماما مع سيد العربي ورفلي بأن كلمة لا للتمديد وكلمة لا لتكرير الوجوه وكلمة لا وهو حق أصيل للليبيين، يجب العمل عليه من الآن، لأن الانتخابات يعني قادمة لا محالة. والمسألة المهمة هي إرادة الليبيين، يجب أن تظهر في الشارع. إرادة الليبيين لما تظهر في الإعلام ضعيفة بدون الشارع اللي يظهر يوما بعد يوم، يعني ما تهزوش علينا 40 ولا 50 ولا 20 واحد متظاهر في ساحة الكيش ولا ساحة الشهداء في طرابلس ولا في مصراتة ولا أي مدينة ليبية. راهو معظم المخابرات الأجنبية اللي موجودة في الأماكن خارج سلطة الدولة، وهي في وبتحديدا مثلا في طرابلس، راهي ترى بدقة هذه المظاهرات، لأنهم هم على يقين بأن هذه المظاهرات في استطاعتها أن تكون حاكما يوما ما كما حدث في 17 فبراير في 2011. فهم يعني ينظرون بدقة لهذه المظاهرات، ويجب العمل عليها من اليوم. أما المسألة والرد على السؤال الآخر، ما هي إمكانية الرد على هذا السفير دبلوماسيا من حكومة الوفاق؟ أعتقد بأن قد فاتهم الوقت، يعني فاتهم الوقت، لأن الرد الدبلوماسي يكون يعني ساخن جدا. لما تتأكد من مستشاريك بأنهم تدخلوا في شؤونك المحلية، يجب الرد. أولا على الأقل يا سيدي، مش رد إعلامي يقولوا استدعى رئيس الوزراء السفير الإيطالي. مجرد الاستدعاء يعطي بأن هو يبي يستفسر على هذا الرد، ولكن للأسف قد فات الوقت، ولن يجدي نفعا حتى وإن عملوها غدا صباحا. أريد أن أنتقل إليك أستاذ فرج حميد، هل ننتظر موقفا رسميا على الأقل بالاستيضاح من السفير الإيطالي على تصريحاته من قبل وزارة خارجية المجلس الرئاسي أو السراج؟ أستاذ فرج حميد، هل أنت في الاستماع؟ طيب، فقدنا الاتصال. أعود إليك أستاذ عبد الحميد عيسى، أفسح لك المجال لإكمال فكرتك، وأيضا أسألك عن الموقف الرسمي، هل تنتظر أو تعول على صدور موقف رسمي من السراج أو من وزارة خارجيته؟ لا أبدا، لا أنتظر خروج موقف رسمي لا من السراج وحكومته ولا من تني وحكومته. فات الأوان، لا أعتقد أن هذا حلم. نعم، لن تقوم أي من الحكومتين باستنكار ما حدث من السفير الإيطالي، ولا أدري السبب. منذ قليل أيضا تتحدث عن المناعة الشعبية، بمعنى أنه البحث عن رأب الصدع بين الليبيين لمواجهة التدخلات من قبل السفراء الأجانب للإطاحة بحلم الاستعمار الجديد الذي جاءت به هذه الحكومة الإيطالية المتشددة. أريد أن أفتح لك المجال في ختام هذه الحلقة للحديث عن المشاكل الليبية وكيف يمكن نزع فتيل الأزمة بين الشعب الليبي. نعم، ما يحدث في ليبيا الآن هو مزرعة خصبة جدا للتدخلات الأجنبية والإقليمية. الجنوب مستباح بالكامل، التدخل الإيطالي أمامك. في إحصائية غير دقيقة أو تقديرية، تم استخراج 32 طن من الذهب الخالص من منطقة العوينات، هذه أعتقد أنها ربما تحل مشكلة ليبيا. حاملي الجنسيات الغير ليبيين يتوالوا علينا في الحكومات من المجلس الانتقالي للحكومات المعاقبة إلى الآن، ويأخذوا في فلوسنا يعبوا فيهم في شكاير قدامنا ويطلعوا، ما فيش داعي نذكر أسماء. السرقات
في الأموال الليبية قاعدة لحد الآن، وإحنا الشعب الليبي الثلاث فردات خبزة صغيرات بدينار. يجب أن قبل كل شيء أن نبدو في انطلاق مصالحة وطنية شاملة، قطعنا فيها شوط كبير بين المدن طبعا اللي صار حدث بناتها أن صراعات ربما بسبب فبراير أو انعكاسات ثورة فبراير أو انعكاساتها صارت بناتها المشاكل وصارت بناتها الحروب. إحنا حاليا كتيار وطني في ليبيا نسعى بمصالحة وطنية شاملة مع الليبيين، مع كل الليبيين، إلا من يحمل فكر متطرف أو إرهابي أو داعم للإرهاب في ليبيا. طبعا هذا مستحيل أن نعقد معه مصالحة أو حوار أو نقعد معه. باقي الليبيين جميع المدن في الغرب الليبي وفي الشرق يجب أننا نعترف أن أخطأنا في حق الليبيين مثلا، وأن قمنا بتجاوزات، وأن نتصافح ونتصالح ونطلب العفو والصفح في نفس الوقت. الموضوع الأهم اللي هو مؤسسة توحيد مؤسسة الجيش الليبي في الشرق والغرب، وهذا ما نعمل من أجله، ونرجو من الضباط الجيش الليبي في المنطقة الغربية وكذلك القيادة العامة أن يقدموا بعض التنازلات حتى ولو كانت مؤلمة لنملمة جراح الوطن. ولكن بالنسبة للحكومات سواء كان البرلمان أو المجلس الرئاسي نحن لا نعول عليها أبدا، وأعتقد أن هي وهو ذات المسار الجاري الآن في القاهرة. أستاذ عبد الحميد عيسى، والكثير يرى أن العقبة الكبيرة أمام هذا التوافق أو عملية التوحيد التي تتحدث عنها الآن هي وجود الميليشيات. والله فعلا هي وجود الميليشيات، لكن في حالة أن مثلا ضباط الجيش الليبي في المنطقة الغربية بالكامل من سرت إلى رأس جدير قالوا كلمتهم وأعلنوا انضمامهم للجيش الليبي، الجيش الليبي الموحد، أعتقد أن هذا بيمنع من تغول الميليشيات في المنطقة الغربية وفي أي مكان يعني. طيب أنتقل للأستاذ فرج حميد لأختم معه، الإعلامي ضيفي عبر الهاتف من تونس. أستاذ فرج تفضل. لا أعرف ما سبب انقطاع الاتصال أكثر من مرة، ولكن سوف أقول أن يجب أن نتفق فيما بيننا ونرتب بيتنا الليبي شرقا وغربا وجنوبا لكي نتعامل مع المجتمع الدولي لحل حالة الأزمة الليبية. أنا لست مثل ما يقول العرب المرفلي ضد الانتخابات، أنا مع الانتخابات، ولكن السيد العربي الورفلي يريد الهرج والمرج ولا يريد لغة الحوار. واستغرب من قناتكم استضافة السيد العربي الورفلي الذي يؤجج وحرض تحريض مباشر على السفير الإيطالي وتعتبر سابقة خطيرة يجب توثيقها وتقديمها كدليل للتحريض على دبلوماسي موجود في ليبيا. هو نفى ذلك قبل قليل. مرة أخرى أقول لك أنا أجد حرج في ذلك لأن الرجل ليس معنا الآن، دكتور العربي الورفلي غدرنا. عموما أشكرك وأنتقل إلى دكتور عاطف الحسية ليختم معه. دكتور تفضل. هو أولا تعقيب على السيد فرج بالتعامل مع المجتمع الدولي، وكأن توحيد الليبيين الهدف الأساسي والوحيد وراه هو تعامل مع المجتمع الدولي، وهي مغالطة كبيرة. يجب أن يتعامل الليبيين مع بعضهم قبل ما يتعامل مع المجتمع الدولي الذي أوصلنا لهذه الأزمة من وأرجو أن تغير رأيك تماما في التدخلات الدولية ومغازلة السفراء في ليبيا، فهي لا حرج عليك أنك ليبي ما يعني وناقشت سفير دولة أجنبية، من حقك مواطن ليبي سفير دولة أجنبية على الأراضي الليبية، يجب أن يحترم إرادة الليبيين ويجب أن يحترم رأي كل ليبي سواء مجموعة أو فرادة. أما من الناحية الأخرى ومن ناحية مهمة جدا ويجب العمل عليها، الاهتمام هذه الدول بالعملية الانتخابية في ليبيا. أنا من هنا يعني أريد أن أحذر أو أريد أن على الأقل أخرج على السطح مسألة التهديد على العملية الانتخابية في القادمة، ويجب على المفوضية الانتباه لهذه المسألة بالتصدي لها، حتى ولو يعني لجأنا إلى الانتخاب بطريقة تقليدية جدا بعيدا عن الوسائط الاجتماعية وبعيدا عن الوسائط الاتصالية والإلكترونية. يعني في الأمثلة في الماضي القريب موجودة على مستوى عالي جدا، التدخل الروسي في الولايات المتحدة، تدخل الروسي في أوكرانيا، تدخل الدول في بعضها، وبالتالي يجب الانتباه بشدة على هذه المسألة، ويجب إعادة النظر حتى في العملية الانتخابية، حتى ولو اضطررنا إلى اللجوء إلى عملية انتخابية تقليدية جدا بالعمل باليد تحسبا لأي تدخل من هذه الدول في العملية الانتخابية.
الأكاديمي والمهتم بالشأن العام دكتور عاطف الحاسية، شكرا جزيلا لك. كما أشكر الأستاذ عبد الحميد عيسى عضو الحراك الوطني المستضافي ضيفي من بنغازي، كما أشكر كذلك الأستاذ فرج حميد الإعلامي، أشكر دكتور العربي الورفلي المحلل السياسي. مشاهدينا بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من الحدث. في الختام تقبلوا تحيات معيد هذه الحلقة أحمد سالم وتحياتي أحمد نجمان. كما لا